الكثير من الأشخاص يقولون لي: أنت تظنين أن كل شيء شيطاني. حقيقة كل شيء شيطاني، القلة القليلة فقط موحدة وتعبد الله سبحانه وتعالى، أما الباقي فيعبدون الشيطان، وبما أنهم يعبدونه فهم يتكلمون لغته في كل مكان حتى يظهر بأنه معبود في كل مكان. الآن سنذكر بعض الأشياء الشيطانية التي لا يعرف الناس أنها شيطانية ورغم ذلك يتبنونها في حياتهم. أول شيء هو الأبراج. كل الأبراج تمثل شياطين معينة. أنت لما تتبنى برج معين فأنت تقوم بنوع من السماح بالدخول، يعني نوع من الاستدعاء. الآن الكون والكواكب من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، أما تقسيمها والاعتقاد بأنها تؤثر على الإنسان وعلى القدر فهو من الشيطان. فأنت لست برج معين، أنت عبد الله سبحانه وتعالى، وهذا يكفي. ثاني شيء هو عين الشر أو العين الشريرة، حتى اسمها واضح، واضح المصدر من الاسم. إذا علقتها كتميمة أو وضعتها في المنزل فهي أيضا تعتبر سماح بالدخول، سماح بدخول الشياطين، مثل الرمز الذي يجب الكيان الذي وضع هذا المفهوم. ثالث شيء أفلام الرعب. معظم الناس يظنون أنها للترفيه، لكن الأمر ليس كذلك. معظم أفلام الرعب تحتوي على تعويذات حقيقية وطلاسم وأسماء شياطين، فأنت لما تشاهدها فهي أيضا تعتبر سماح بالدخول أو نداء أو استدعاء، بغض النظر عن كون الخوف الشديد والرعب بوابة تسمح باختراق الشيطان لك.